الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال. وعين كجر كتاب يعني الفقه المنهجي سيما وعين كجر سنياشي ويسدى 15 الاعتدال بالماء وبيها تكويس يسدى صدح لحيسته دون صرف أذيق أو أن كبد بدين السبيرين أو تكتير لما عديد إن أتكبد بدين سنة لما أقول إن أتكي رئيس أو أدي كدك تمر كا قوينون قوينون إن أتكدك تو وكأن أنت تقول ساسا سوني سو قوي قويسو يعني دي لما أقول إن أتكبد سنة لما أقول مركز دين دي روا وسط وخير الأمور أوسطها. فقد روى البخاري وحوليني عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا وحكوه يسنجري بالمد مد أيكوه يسنجري والمد إناء واويل يساوي مكعبا مكعب كيوبي يعني أما يعني ويل خاد كرو يغري أيو لاجي هي أطول حرفه قركي سدر في سنوية هي 9.2 سنتيمتر تقريبا يعني انت ويهي وتضابق لي وكنت من اللتر بالي بيها انت لك قاضية أي النبي صلى الله عليه وسلم هو سيسنشري سيدة دبانا مركة ها ها وبيها عيدة رمو صحة وكرة أيوكو أيوكو سنشري النبي صلى الله تضابق لي وكنت بابك ورشي غيري كبرا جنسي الله خير وعيدة رمو صحة أبن حيوي taas ayuu ku sii jiray nabi sallallahu alayhi wasallam afarteedna waa ku meedan jiray deesida marka ayada xadiidka kale tilmaamaysay qusliga ama meediga aynu ku arki doono hatta yaani israaf guruuhu noqonaya in aad u qaado xubinkii intii ku filayd wax ka badan hadaad meel ka darsanayso deynad marka aad saxdo saad isugu ashudo hadii qasabad iyo marka aad ku sii fadhiiso ka siiso وليما بيها وقفك إن آذي لحد لو إلاليو وقف يدو كشبتو وحيرو وده بيتر حدرو كشبتو وحيرو انتا أنا إسكسي فرن القرآنين أي أمريكا واجه كو أحمان يدا أي أميرا هادا أدقشانا أي أيضا هو تنزوه كمين كمرين حكامتي اللحلي لي 16 استقبال القبلة قبلة قابلة هذه ولا شيء سشيا على سمية عند الوضوء ويسير اكتئاب ما كده يسير سنة يسوع إن دول بقبلة الله قبل شيء ولا شيء لأنها أشرف الجهاد شروين قال كي وش شرف ضبط نيدوي وهل كي عبادة إنه لا قابليني وهل كي مركه إنه دمنا لجود شيء دينه يا لجود شيء فينا يو إن المركه إن الويسان لا قابش أو قران غير رزقي سلا قابش أو واحد ولا يسال لا قابش وتعلم تعلم يقول إن حتى درس كبر خاطر على يسوع إلى القبلة ذو شيء ستو واحد هذا أنا وسوق قادنا ولا بعض مركا يدرس آخر ميان أيه قام مركا حقة كسو شيء سته إما كده ميكروفون نظر يبا إما مركا حقة اللي كسو شيء ذي بريه خير حقة ساعة علم يسوع ولا يجوا هذا الكتاب أخر يوم حقة ولا شيء ذا مدي عكلا ولا شيء ذا ما نبي كذي حقة ساعة علم يسوع كسو ذا شيء سنتري أو قبلة اللي وذا قابل كذي 17 وهذا سنه تضبيطنا ألا يتكلم وإن نهد أثناء الوضوء ويسدى بحدي اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم إذا الرسول قال له راعيه أو إنه آمسنا هذا الشبه له هذا إياه ونكسن 18 كيسنا التشهد عند الانتهاء من الوضوء والدعاء إنا وأشهاته مركه ويسادا مايو والدعاء أي أين الصنع يقول وحروري أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبد رسول أشهد وحنقر يا لا إله إلا حق له وعبد إلا نشر إلا الله ولم يوحد حالك لذيه لا شريك له وهو لا وصنان وأشهد وحنقر يا أن محمد عبد ورسوله إنه يهي رواه مسلم أي وريم وحروري اللهم اجعلني من التوابين إله وحده يا شكوى توبتين كبدا واجعلني من المتطهرين كوي ساهرية ما يجيل رواه الترمذي أيها وريبيا وانا حديث صحيحة سبحانك اللهم وبحمدك إلهي هو كنزايا أريغم هذين تاذا نوضة
أشهد عن قلبي أن لا إله إلا حق له عبد الله إلا أنت هذه أمنا أستغفرك وأتوب إليك إلهي ودمي دام ينقلت وأنا كنت توبتك إليه. رواه النسائي وري في أعمال اليوم والليل في عمل اليوم والليل عمل اليوم والليلة كتاب أيو ليه إمام النسائي أو سنة كي صحيح وهل مجلدة أو سيد عمل اليوم والليلة ابن السنة أوكره كيس أوكره مجلد كاس أيو ليه هذا قارو طبعا كما قال الإمام النووي في الأذكار سوى كتاب سي أذكار كل يدي مكروهات الوضوء ويسر وحيالها اللو كراهيستو ويكره في الوضوء الأمور التالية وحال اللو كراهيستو ولا يكسرين ويسر وحيالها صوت صعودا واحد الإسراف الماء والتغتير فيه وكوه سنهنا هاينا نصمينين أي إنو سويرا كراهي نقول إيسا سنك الصائل والصائل إلى خلاف الدين سنك راهي نقول إيسا برقى الإسراف في الماء وبيه وكوحة قد وتغتير فيه إيه شعر إليه لأن ذلك خلاف السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم إيه خلاف سنتهي يوري عمومي قوله تعالى إلهي هذا الكيس عمني مدي سيسوس كليسا ولا تصرفوا إسراف يكبر بنا سوينين إنه لا يحب المصرفين متش على إلهي كو إسراف كسبعية والإسراف هو تجاوز واك قد عن الاعتدال نحن عيسي المعروف اللي قال والمألوف المألوف كهلا رقب صدي هو أبو داود وحورين أيام حديث صلى الله عليه وسلم صحيح يا هاي أنه صلى الله عليه وسلم قال يولي سيكون في هذه الأمة أمة وحا خمد نغندون قوم قولي يعتدون كحد قدوة في الطهور وحا يكون طهارك هذا أيام والدعاء يد عدى يبر يد إلهي كحد قدوة يا إيمان دون أي يفرطون فيهما لبدأ كحد قدوة والإفراد في الدعاء أن يسأل أشياء مخصوصة إنه وحيا رجارة وبصفة معينة وديسته ويسأل أن واحد يدوى بيه أو مركا كبر بذي صوت مركا سير سير صوت دادا يسوي الإفراد في الدعاء ويدى أشياء مخصوصة عبد الله بن مغفل سوى حديث قال دري شرية أيها وحمى غلي إنا نداري هون إلهي وحك ويدي سنية القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلت الجنة إلهي القصر يقعد يتشن هذا ملك تهدى أيها ويدي سنية مركة أنقره فرقه سيدي يا ابني سل الله الجنة واستعيذ به من النار إلهي الجنة ويدي سو نارنا كم أنقر لكن قصر يقعد يكني أيها ويدي سنية وحير عين كاسة أو يعني ما نرعى تسقيها أيها المرخة كتا ونبدي سيو مرخة طاهرين أيها المرخة قرها الكاسات دورية يعني سيدة قود أيها المرخة إلهي لو ويديسها وحا قود أيها لو ويديسها فردو سلاع الأبان لو ويديسها لكن وحيانا ورقارو حوصي إيها المرخة إلهي تلاهدو دي من زلادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنبياء من زلادة أيها كو ويديسها دي ما قارة يسيب إتري تقديم اليد اليسرى على اليمنى وتقديم الرجل اليسرى على اليمنى تقديم اليد اليسرى قعنتي بذيح والله الرئيسي على اليمنى مذكتي وتقديم الرجل اليسرى لقطة بذيح على اليمنى الله بريه وكوى الله ميله لأن هذا كاسي على خلاف ما مر من فعل صلى الله عليه وسلم وحو خلاف سيئة وحي نصمر فعل كنبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة التنشيف وإن ويسكوك الله يوم بمندير توال إنه يسوق الله شيء، أما صفدي إنه يسوق الله شيء، أما تيشو واحد غابت العذاب إنه يسوق الله شيء، أي أيرك إلا العذر، ده عذر دارين وشروا وقف جري ووحمر كا ده سواح يسمر، أو ما عذر داري كبرد شديد، قالوا ودرن أيات شرا، وهذار مركب يسوق الله شين، ده وحوى يقلو قاسا وحيا الله يليم، أو حرن أما كليل، يعني وقالوا أما كليل. يؤذي معه لشركيسة ولبايو بقى ألماء على العضو إن بيو كسي هذا كسي باقي هذان شركي كويل درن أيها الشراء أما قبو درن باقي الشراء أوحا كنبي إن بيو حمي كسيس هرادان بركا دينو اسكما صحا ويبنى انتهي أو خوف نجاسة أما نجاسة أبوك عبسن أو غبارها أما بور نجاسة إنو كدورة أما غيق نجاسة قبسة أبوك يابي مركا ويبنى انتهي إنو اسكما صحا لكن هدي أري عذر دار رأس شيء إنه ديستاه وناكسن روى البخاري ومسلم وحي ورني أنه صلى الله عليه وسلم بمنديل لوكيري توال فلم يمسه مطابا من دريت اسمه مرين
استجا إيو نفضي يسينو كتبتي كلامه كمرني إسكا قلتشنتا إيينو قفقو إسكا تورتورو مركا إسكا هرقفو سيلا هذو مركا إسكا تورتورو وعلى كالمتبري من العبادة وحيكالي يان دي قف عبادتي إسكا بريي ليا وأن أقولين مركا بيه يأثرت عبادة دي كسي باقي حاطو إيا مركا إسكا تريد داي إسكا دوي داي إسكا قلتشن داي أي تصير إيا أربعة ضرب الوجه بالماء واحد رمى غراد كم يدينا بيه وجهه كله في الطبع كغسيسه لأن ذلك ينافي تكريمه تكريم جيه ما موسكيس أي أرندا سكوري ما ليس وجهه لقى بعسين ليه خمسة الزيادة على ثلاث إن صبح ذي وككرنية أي كنا يقينا سهبالة يعني صبح ذي أو يقينه هو إنه بالغسل ما يردي أو في المسح أمام الصحدي أو النقص عنها أمير خلو صاميه صدح هذه شيرة إنه لها صوم إلى أما إلى مهما صعه إنه مركها كبد يأيوه يغيره هو أما وكان مصاميه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما توضع إنتو ويسيسيد بذي ثلاثة إنتو ويسيسيد بذي أوحري هكذا الوضوء ويسد واسدع فمن زاد على هذا ساكر كرنية أو نقص أما كان مصاميا فقد أساء وظلم مفقاسي وحو سمايي حمان إيا ظلمي أيو سمايي رواه أبو داود باوري حديث هو حسن صحيح انت أو نقصا أيوم بيكوت المامينين الشاد تحي أين دي سكرا حديث هو حسن صحيح وقال النووي في المجموع وحو إنه صحيح الحديث هو صحيح ومعناه نوحوهي إيه هذا إلا إن كبضين هرطا إيه ورسوا فقط صدح لكبضين ما أيوه لكن كيرين تصوت إلى صوم الرئي الله الله إيه مرمر بين لقدي الكرام وعلوه ومعناه وحوي أن من اعتقد قف جاء اعتقاد يربي أن سنة أكثر من ثلاث سنوين يا هاي صدق واحد بالآخر يشن أو قل منها أمين كيري هاي ومرخ سنيه هو اعتقادين مدي هاي أما لبي هاي فقد أساء وظلم قف جاء سحمان يظلم أيوسبي لأنه قد خالف سنة صلى الله عليه وسلم سنة يخالف التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم نبي سنية سنه نبي نبي سنية صلى الله عليه وسلم أيوه خلافي وخلاف ده سنة خلاف ده هو حل الدينية لكن هذه هو سنية خلاف إنه أركيان متكلين سنية لا مدرين سنية وصبي كرت أما كزيادين أيضا الله ما أقرا ستة الاستعانة وحق رأينا مدرات كم إذا كاش إذا كا يعني كاشته أما أدقر جالستور أما أدقر ستور بمن يغسل له أعضاه وقف حبناه أمه من غير عذر دار الآن أيضا وح عذر دار وكو حياه تشرين إذا تكون سكوفة ستور تراضو كان يا أبو هدائين ويسيه أما هو لو كان يويسيه حبناه أمه وكراه لأنه شيء هو عباده أدقى الله بقعد دون صلي فعل كاك عيال الله خبا لكن هدو عذر دار تشرو وقف يوحن وصريه وأنا بلغه جارين ده إلا عاوية واجب أن نقول سايلوزي حتى هذا نكرين نقف مشكلات في مويان عد كراوي هذا نكرين واجب أن نقول سويه ليو لأن في نوعا من التكبر وحقوس النوع سويرين المنافي تكبر خاص أنفيني للعبودية أضون نبضي سبعة وقال رحيط ذلك رأيه المبالغة وقح الليرانشا في المضمضة اللغلغاشية والاستنشاق الصدارسي نسايم قفك صومنا خشية أن يسبقه الماء أيضو اللقاء بسانا إيري بيه وقال أردان وسيبتان إلى حلقه مقريسة فيفسو سوم دلتان سوم كيسو فساده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق قح الليرو إلا أن تكون صائما إن أكثر من تايمير هو أبو داود باوري حديث من صحيح بوها وتقاس المضمضة على الاستنشاق وحال الله يقياس له وغشده سندارسي قال الله يقياس له إياه سندارسي يوم بحديث التلماني مضمضين والله يقياس هو اسمين بابي أولا ويكسي مضان تايبا نواقض الوضوء ووحيانه ويسد البرين إياه أمات شابين إياه وينتقض الوضوء ويسده وحي كبرته بخمسة أشياء عشان شيء كبرته واحد كل ما أحدها من يدوح كل ما شيء بماندي خرج من أحد السبيلين
لماذا تشد متكوت كصباحي أو من بورين كاديا أو غايدين صحراء أو دم من ديجا أو ريح أما نافع وعلي يا وحي كصباح لماذا تشد شافعي دم من يدهم بيكسر ريباني ويتشبين إياه قال تعالى وحبي أو جاء أحد منكم من الخيط أما بتكين كي ما أدوه أي مكان قضاء الحاجة ماشي حاجة لو قدرية ولبنا وقد غدا حاجته وحاجته يسيرون قوتي ومن تبرز تبرز يمركا براز يمركا دي سحرودة أو تبورنا مكة هذه إنه ماشا كي ما ديسوا قوسا حاجة قوتي هذه مركة دي ويويدان مخواكية حديث بها قبيسة عيد واحد قبيسة والغايد هو المكان المرخفض وماشا حاسين وفي مثل يساق وكرا تقدر حاجة وغالبا انت بدني وعادة وماشا لغو حاجة قد ماشا ومتكي كيباد معنى ماشا لغو حاجة قد يكسر حاجة قد تيبان لغو حاجة وروى البخاري ومسلم وحي وريني عن علم هريرة رضي الله عنه قال وحري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحري رسوله لا يقبل الله إلا هيقبل ما يسرى أحدكم متكي سرى ديسا إذا أحدث مرق وحدث يوه السدي أي كتشرته حتى يتوضا الى ويسستو مر هادو قفقي دي و خو ويسستو هليو هادي و خو ويسستو كغل جويسنيو فقال رجل من اهل حضر الموت غير حضر الموت قبل كان مركا يونغد سنه حق السعوديه خيا ما الحدث يا ابا هريره حدث بحيان قالوا فصاونا وطراط فصاو وحويه ونيف دان سن قدلهين دراد نو وحويه ونيف د عود كره يعني واكمد وقيس وحنا اللوغ قياسي مركا على ما ذكر وحال صوشي كل خارج وحق صوكا صوبحي من القبور حمين كترنقي حق هرئود ولي أمد بدا ولو كان طاهرا وح طاهرا بها هذا يعني دي فتاتير أما مركا رفيها كصوب عدا وحو سخو ذنهي أيقنا وعلم وحال ليالي وحي هلا كصوبحي أن مني عيسي شبعيد أي قوان أي يسقون برنية اثنين النوم غير المتبكم وهردده لفقا عام بريدي صدوك قبط سنين هردده ساسا برينيسا وتمكنه تمكنه وحوية أن يكون جالسا قفقين الفريو ومقعدته بريدي سياغا كفريسان أيانا ملتصيقة بالأرض للك أي كل جبت قبسان تحي وعين فريسا قفقه بريدي سنة وللك قبط سيو أيان لورانا يا تمكن أما متمكن قفيرا لغرانيا وغير المتمكن كان متمكن كاهين وحوية أن يكون هناك إنو هل كاجر تجاف كرفو قاشو بين مقعدته بريه سئيو والأرض بلوكا ومثلا مرنا وقوات سينا يا ودك وما تبوك فريسانيا مرنا مثلا سنبو فريسانيا يا ودك بريه يبوكي وحو دحي مركا وحوغي بنام بو دحي بريبا خسر بيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معيلي من نام فليتوضا قفقا سيحدا هويسيس رواه ابو داود اياه وريي وغيره يغير في واحد حسنة واما من نام قفقا سيح وقفقا مركا دي ايضا تشافي ياسي اتشرو سيحدي وي واما من نام قفقا سيحدي على هيئة المتمكنة هيئة قبطسين دلوكا بريد لقبطسية فلا ينقض وضوءه ويسدي سبور ميسو لأنه يشعر وعدريميا بما يخرج منه وحكى صباحيا سيئر إما دمب الشاقمي شافعي يدو وحي قبان إن هرداد اللفد يدو ناقض معها هرداد اللفد يدو مبرسو لكن وحي ليين هرداد ومضينا للنقض وحي الله ملايي أما الله فيانو تايوحي برينيي waxay leeyeen internet soo jeedo de waxba ka soo bixmayaan oo asuugtay hadii aad baridii dhulka qabadsiisana de waad yar halkay wax ka soo bixi lahayn qallaxay waxba kaba soo bixin laakiin hadaa iska jeebsato de wax ka soo baxay ma ogid marka waxay loo fiireen ama loo maleeyo u tahay wixii burinay hurday ayada lafteeda naqad ma ودل على هذا الوحى تسير هي ما رواه مسلم وهو مسلم وريني عناس رضي الله عنه قال أقيمة الصلاة صلاة دي بالله قيمة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا نبي يقول الصلاة نبو لفقي
فلم يزل يناجيه إنه لفقه نبي يكمل سنين حتى نام أصحابه إلا أصحاب السحلين سيدو نجي ونفق أيه ونهد لي أيه مركا أصحابه ذو السحلين دي عيدوك ودع عيني يا رسول الله كان يتوك ورودات كبيرة ولا نيمك وركان يتوك ثم جاء النبي هو يبغى السحلين فصلى بهم واتكي يناجي يتحدث معه على انفراد وهو يقول شيء كيسنا يسجارة بحيث لا يسمع ما أحد سائر مقفنا مقرين فقد واصلا وعنه وحكران سرقور يا أيضا قال وحيري كان أصحاب الله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام أمورك وصي أحدا ثم يسلون ويدخون كلا ولا يتوضعون من يسلين انظر البخاري إيك وواضح وحعد أنهم كانوا نائمين ناموا وحن عدينا ساحلين كالسين أيغفر على هيئة التبقل إن يساو ساحلين بعد أيغفر بردلو يغلطي أيه ساحلين لأنهم كانوا في المسجد مسجد كأيه خصونا ينتظرون صلاة صلاة دينا والسوغيين وعلى أمل أن يقدع حديثة وحكراء كسوة يد الدينو إنه النبي صلى الله عليه وسلم وركيس هاتشرا فجأة تنسيك هذا ويسلي بهن ديتنو تكوية ما قلوا إنه صقع تيقف ساو السوغيين أنتو لين عايز كبقوا تيه مركا أصيحان ما يأيه وحاوهي إنه يساو فريستان البرياء دولك قبطيان يساو كسيحلين أيام مركا موقتب إلى دولة تاس أيه كوحن باري عنوها قاركوده هدو المستغرق سيكا سواها أصيحة قفقه أيه ويساو بريستان إلى دولة ثلاثة زوار العقل وقفقه عقل يقرشل أيه كغطق دول بسكر سخر عميد أو إغمان مير دورسون أو مرض حنون أو جنون أموالي قفقو هديو مير دور صومو أيضاً ويسد وكتبت لأن الإنسان قفق إذا انتابه شيء من ذلك وحرقاك هذا مركو كيما دو كان هذا وحو نقر يقاسي مضينا يخرج منه شيء مد الله مرينا من الله في ليني وحكا صبحان من غير أن يشعر إساقوا عن دراء الإنسانين وحياسر على النوم وحكا من وقع سينا هرددي لأنه أبلغوا منه في معناه دي حاجة معنيه سهرددي وكحل داريه هرددي بأي من لقف قادو ساوسي حضو ويسيدي واكبو ريسا دي وحكسي حيال دار مركا مير دورسون أما سخراميد أما حانون وقف قموقا أما والدي وحكا صوب حيموقا أربعة ولمس الرجل زوجته أو المرأة أو المرأة الأجنبية من غير حائل وننقى أوتابتا حاس كيسي أما هوين يكره أجنبية من غير حائل أيضا وحكا لحيانا جري وحمروكا لحيانا جري فإنه ينتقد وبرية وضوءه ويسديسا ووضوءها ويسديد ويبرية لما يدو ويسد ويبريسا والتقاء بشرتي رجل وامرأة سيد مسافرين يكتب تقاء مسافرين وإنه تشركوا ذا إسكارو إيش أفعيد لي لوقف هو وين وحد شهوة قاري أم بحر الآن سوء حين إعداد إسكياء أموحو كان دحيانا تشرين ولا جنبيتنا هي كل امرأة واحد ولك سوء يحل له زواج بها أي حلال تهين قرسنا قال تعالى إلى يحري في بيان موجبات الوضوء ويسد وحياني واجبني عدين ذا سوء كان ليوحري أو لامستم النساء أي لامستم أتابطان كما في قراءة متواترة قراءة متواترة سيئة لامستم لمس ولو أتابشتدي لامستم لكن وحيكو عبر العلوة الجماعية قلمضي تحسن أينا ويجريسة واساء الشافعية ذو القبار يعني مذاهبتا دي كلنا وينوقنا حيو غالبا قراء حدي ماشا شهوه يهمع الكتلتو حدي الله تابتاون ببرنسة يقار مرقى أبطاتا مما تشمين يسو قرانا واجري حدي ذي دي علماء يكون مرانسانايين لا يستقبل واجر يا حديث كلام لا أدري شيء نرجع صلاة الله عز وجل ويسستي أيو حاسس كيس ميت كم إذا لوكله ثم خلاص شيء لا صلاة ولا ميتوضع صلاة دي مو بحيم لا ويسستي أنا ده سوى رسم قال خمسة مس الفرج وحبن كي ترن كأو تابت من نفسه نفدي سو كتابت أو من غيره أما عيد كلام قبولا أو دبرا أما هذا حبن ترن أما دورتي حق دمال ببادن الكفي كفقة إن دا شرق ليدا
قادن كذا يعروش وقطارته ولا سابيع يفرها من غير حائل أيضا مو حكرا لحياتين إن أدمرك قادر الكف ومرك حقنا يفرها حقه ولا إن أدكتابته أيضا وحبيني كذا حين حبين كي ترن كاكي أما كوقف قال ولو إن ما يربها هذه أما الدولة هذا أنت أول إكسان أدكتابته أيضا ويسد أي برونيسا حديث الإمام أحمد يا أصحاب السنن يورين أيان نبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضا موقع حبينكي سترن كتام تا هو يسيستو دي حبينكي ترى قال لي دبادنا والله ميت بينا دينا وحي كسو بحي مر هدين وذا برين أيان تابشتنا والله ميت بينا دي هو يوقي أستان حضر الشافعية ذو مركرة إلهي هي وحي برين أيسون كيليا مركزين تعاد كتابت إمرك مركز سايسو سارتو هذا هو بيكي ترى قلنا بره نقطع بطه إيه هذا الفرح اللي حدوه ده قطع بطه ما بقولين يسوي لي لكن هو أمر خذين تعادون قطع بطه هم حامر أكينه يا تخصيص عن قاسة حديد بيهد يا طارقون يا ابن حبان يا يوريني يا حسن لغيره لو قلت له بس لك كيسة أيه وحو قصة أرورة إنه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه مركم مدكين جارسيو جا عندي سحبين قيسة ترك ليس دونها حجاب أيضا وحد حيانا نجرين فقد وجب عليه الوضوء ويسا كوى اجبتي أفضاء إفضاء قاسامك يا إمام الشافعي وحنا إياه يكون ببادل الكف إفضاء لغة العباد وحالا إلى هذا المركة انت عد لغتا أبطه لكن إمام يسوى دا إمام في اللغة ويهي ابن حجر العسقلاني كتاب كيسا تلخيص الحبير كوعوري ولكن نازع في دعوى أن الإفضاء لا يكون إلا ببدن الكف غير واحد إمام الشافعي وحق رد وضي شيخ الشدع إفضاء إنه يهين ببدن الكف غير واحد مدعو لماذا لقضى أنا هي وحق بضع بقول الله أيها رد وضي يلي مسندة على اسمه وفق صراع وإفضاء وإن جادون هل كاسو كليون معها بركة مسندة إلي إنت أصبك لو تنتهي دمرك متعبطه iya haddad markay farad xad ku taabato burin mayso halkaas ayay cuskisan tahay oo ay ku aroraysaa dalasku halka inuu joogo wallahu a'lam.